السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، تحية كبيرة لكم. عاجل إدارة الهجرة التركية تدعو لتحديث العناوين قبل إلغاء الهوية بحلول نهاية أغسطس. تركيا بالعربي، 12 أغسطس 2024 أصدرت اللجنة السورية التركية المشتركة نداء لجميع السوريين المقيمين في تركيا الذين يحملون هوية حماية مؤقتة تدعوهم فيه إلى تحديث عناوين إقامتهم في أسرع وقت ممكن، وفقا للبيان الذي وصل لتركيا بالعربي نسخة منه. يتعين على الأشخاص الذين لم يقوم بتحديث عناوينهم حتى الآن تحديد موعد عبر الرابط المرفق والتوجه إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية التي تم تسجيلهم فيها لتحديث عناوينهم مع تقديم المستندات اللازمة. وقد أفادت اللجنة أن إدارة الهجرة التركية قد أصدرت بيانا يؤكد أن هويات الحماية المؤقتة لأولئك الذين لم يقوموا بتحديد موعد لتحديث عناوينهم بحلول 26 أغسطس 2024 ستلغى، مما سيحرمون من الاستفادة من الخدمات الرسمية المتاحة لهم. هذا الخبر انتشر على صفحة تركيا بالعربي.